السلام عليكم. زي ما انتوا عارفين ميدجورني بديله كلام وهو يحول الصور. طب انا مش عارف ايه الكلام اللي انا عايز اقوله. مثلا انا عايز يرسم بيت مصري ايجيبشن هوم، وبلاقي الناس بتكتب ستايل ولايتنج وحاجات زي كده. فاجي هنا في الستايل بيبدأ يديني اختيارات عشان اختار الستايل اللي انا عايزه. نختار ان ستايل وليكن مثلا ارابيك، تمام. وممكن تختار اكتر من واحد، كرتون مثلا، وتقول له كونتينيو، وبعد كده ممكن تقول له لايتنج فيبدأ يجيب لك الاختيارات بتاعت اللايتنج. تبدأ تشوف اللايتنج اللي عاجبك، ولا يكون مثلا دوت دايركت سان لايت، الكاميرا، الارتست. هنشوف بعد كده ايه الصورة اللي ممكن نعملها. هو بيقول لك بقى خلاص ده الكلام كله كتبه لك، هتقدر تنسخه وتروح ترميه في الميد جورني وتشوف ايه الصورة اللي هتطلع لك. فهروح للميد جورني وادي له الحاجات ديت وهو يبدأ يكون لي الصورة. فعمل لك الصورة بالشكل دوت، هي لسه بتتحسن كل شوية.